اوكي شارو وراي، انا حبلش الانترو هون بالسيارة لبين ما هو يخلص بشاط التلج يلي معبي هون فوقي. المهم هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. مثل ما قريتوا بالعنوان، اليوم رح نعمل شيء كتير انا بحبه، كتير اخواتي بحبوه، وكتير نحن العائلة بشكل عام بنحبه، واللي هو وقت الكريسماس. اول شيء مشان ما حدا يستغرب، نحن ما بنحتفل بالكريسماس بس بنحب الشعور وبنحب نحط الشجرة والقصص. شاط فهمني على المتابعين انه اليوم شو حنعمل فيديو عم قلن. شو حنعمل؟ ما بتعرف شو حنعمل؟ لا، لنحط اكبر شجرة كريسماس. نحن بالعادة بنحطها بالبيت لانه بنحب الشكل، بنحب الشعور. ليش ما نحطها برا؟ الجو كثير حلو برا. ما نحطها برا لانه برا تلج. يعني انرجي صراحة. شوفوا. شوفوا 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 المنظر شو حلو. هدول عاملين ثلج ورا سيارتي، يعني طيب شو بدي اطلع انا؟ قوم اضربهم اخوي. اوكي حبايبي، قبل ما نبلش بالفيديو حابب بس اقول انه في فيديو جديد انا منزلته، كنت مع ماما اول ما وصلت من دبي لهون على تطبيق 360 فيوز، حيكون اللينك تحت في صندوق الوصف. روحوا شوفوا بعد ما تخلصوا من هالفيديو اكيد، وكمان ما تنسوا تعملوا لي فولو هنيك لحتى تشوفوا شو بنزل، وكمان حتعرفوا اخبار هنيك قبل ما تعرفوها هون على اليوتيوب، فتاكدوا انكم تعملوا فولو وبس. بحبكم. نحن اليوم بالسياره لانه رايحين على المول، لانه لازمنا كثير اغراض، فهلا حتشوفوا لقطات سريعه على الاغراض اللي لازمتنا، وبعدين حنرجع على البيت حنحط شجره هون. شيرين رح تشتري الاغراض اللي لازمتها وما لازمتها. سؤال، انت ليه مختفي على اليوتيوب؟ لانه ما في افكار جهنميه برو. اوكي جايز شوفوا المنظر، ما شاء الله، واو. شوفوا الجبال هون. Can't believe my eyes. لا بليز بليف يور ايز. Jingle bells ringing in my ear. بدنا ضوا، وما بعرف شو العالم، ما بعرف شيل هاللون بتعرف في الكراتين، شو القصة؟ أخذنا ثلاثة حطيناهم بالسلة. وين شيرو؟ شيرو جايز شوفوا وصلنا أحلى تسيرة. شوف هاي شو كيوت. واو شوفوا، واو شو حلوة هاي. لا ما بتلزمنا. واو غيرنا رأينا، جينا على محل هدلون الشعر ما بعرف شو اسمهم، انا يمكن اختار ابيض. شو قصتك؟ كل ما انا عم اجي بعد اخذنا هون عم بين الشغلات. كيف تحرم اذا بتبقى لنا كريسمس؟ تحرم اذا بتبقى لك كريسمس. ايه اوكي جايز، هذا هو ثاني يوم من الشوبينج اللي انا وشارع عملنا. هذا الشيء بيعني انه انا في نزلت، انت ما فيك تزيت لانه انا هاد فيديوي. بطل تصور يلا بطل. جايز اليوم معنا ام السوس، معنا جلال، وين النجمه، وعنا هاي الشجره اللي كبيره ما لقينا اكبر من هاي. فهدول هنا الشجرات يلي سويت كان عندنا اياهم. هلا حتشوفوا كل الشغلات يلي عم نعملها. اشترينا طابات حمر. وينهم انت؟ وينهم؟ وينهم؟ اوكي جايز قبل ما نبلش بكل شيء، اشتركوا بالقناه، حطوا لايك، فعلوا الجرس حتى توصلكم كل شيء جديد انا بنزله. قناتي رجعكم مقاطع جبارة. شو نحن يلا كلاب يعني؟ شو صار عم تنسى اخواتك انت؟ هدول بدهم ربط وما ربط، انا مالي خلق. حنظبط الشجرة كلياتنا نحن الأربعة وبعدين حنرجع لكم. يلا شوفوا 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 بشوي، آخر محل وصلنا. خلصت. لا فلتت. نو هو بشوي يا جماعة. سويتها. طبعا طالع بهالبرد. لا وقعت. اوكي يا جماعة بنرجع نعمل هي. خلصتها. واو شو حلو على الفوكس. واو استحيل انا شو معلم ملك الزيان. شوفوا شو اشترينا كمان، اشترينا هاد لون حلوة لحتى نعلقهم بالشجرة. طبعا شيرين لما اشتريناه هون كسرتهم نصه. اوكي جايز وصلنا للنص تظبيط الشجرة، قربت تخلص يعني. شو رأيكم بالزينة تبعي بويز؟ انا احلى شيء. اوكي جايز نارين ومو كلياتهم هن جوا بالبيت، نحن طلعنا هيك بسرعه حاملين الشجرة وكل هالقصص طلعناها. بس تعرفي؟ حنعمل لهم مفاجأة وهن كثير متوقعين. بتعرفي شو قالوا لي؟ قالوا لي شو هالشجرة البايخة اللي تحطيها برا وما بعرف شو. عم بشوف في محل فاضي بالنص هنيك صح؟ طيب شو عم شوف شو انا عم بشتغل بس يعني، انا عبيت الشجرة كلها. شيرو فات يشرب مي، بس اكتشفنا انه شيرو واحد كتير غبي. هذا البوكس كلياته مربوط. هذا جلال في شيء ناقصه. سو انا وشيرين عرفنا شو هو هالشيء، بما انه نحن اذكى اثنين بالعائله واحلى اثنين بالعائله صح؟ شيرين بس عديت لثلاثه عملي هيك. انت روح الولد والله. يلا واحد اثنين ثلاثه. الولد وينه اخوك؟ ما بعرف وينه. تعال رجعه سوا. لا ما ترجعه، تعال كمل. لا تعال رجعه للزلمه. طب انت كثير يعني بتحبه. برو انت عندك خلصنا منه. تعال كمل. ما عندك انت ما بدي يسليني، بدي حدا يسليني مان. يلا واحد اثنين ثلاثه. ليش رجعتوني؟ ليش رجعتوني؟ كنت مبسوط. شو ما بدي ارجع لعندكم. قلت لك ليه ترجعوه؟ يلا واحد اثنين ثلاثه.
اوكي جايز، وصلنا لاخر مرحله انا وبابا نويل، وضل عنا الضواوي. بعدين حنطالع الكل وحنرجع لكم لما الضوء يختفي ونشوف الشجره كلياتنا. خلينا نحطها. برافو. اوكي جايز، ضل عنا اخر ستيب بالشجره، بس هذا الشيء بيعني انه كلياتنا لازم نكون موجودين لحتى نحطها. فشو رايك تجيبهم؟ انا البابا. انت اعملي هيك، جيب لي اياهم كلهم. هاي جايز، معنا هم جايين ومعنا الشجره. شو هال واو، شو هالترانزيشن اللي ما بترحم. انا بس ممكن اعلق على شغله؟ انا كاني رجعت طبيعي، كنت بابا نويل. رجعوني بابا نويل. بس عندك سؤال، في هديه؟ لا ما في هديه، بس شو حاسه كل يوم هديه هديه هديه. بس شو لها بدون هديه؟ في نجمه، يلا نجمه. وقفوا هاي الشجره احتمال كبير تنسرق. وين نحطها يعني؟ ما بعرف، لازم نرجع لها جوا. الشجره بخطر. انا نجمه، هلا انتم تحلون، انا نارين تحت نجمه. اوكي جايز، شيرين هي على اساس عامله فيها البنت الصغيره اللي بدنا نحلها. يلا رح توقعوا على الشجره. طيب يلا جو جو جو. لا مو من فوق، مو من فوق. حني هيك حني هيك. لك ليش من تحت؟ من وين بيحملك؟ طيب يلا. She's heavy. يلا. She's falling on the tree. شيري ما. أي جايز عم بكبس لي على رجلي، عم يوجعني. يعني شو أنفع هيك؟ أوكي. أوكي. Oh my god. Wow. Okay guys, 1, 2, 3. Julie chic. 1, 2, 3. It's not working. أقسم بالله من الصبح بتقول تصور الفيديو. خلاص شيري. صار لنا ساعة عم نتخانق انه بدنا نصور مقطع النجمة انا وسيدرا، ما بدنا. اوكي جايز، بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو. لا تطفوا الشجره. نريد شو رايك؟ عن جد يعني انا كثير منبهره بهي التحفه الفنيه، لازم تدخلها جوا. احملها جلال. يلا احملوها. لا 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 تطلع اكزي، طلع. لا النص الثاني، جيبوا النص الثاني. Baby this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making a Christmas memory. خذي يا حيواني، ريحي على جوا. خلص خربت وخربت، شو ضل؟